مرحبا. استيريا هي حديقة بالشتاء وبحيرة بالصيف، وبتوقع بالنمسا. بفصل الربيع والصيف بترتفع الحرارة وبدوب الثلج، وبتتحول لبحيرة بعمق 12 متر، وبالشتاء بترجع حديقة للزوار. وعودي للطقس بلبنان، قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وبتنخفض على المرتفعات. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية. وخلينا سوا ننتقل لعكار، حيث عم بتسجل 29، طرابلس 27، جبال 29، بيروت 29، ومن بعدها صيدا أيضا 29، وسور 28، بنت جبال 24، نبطية 25، رشية 24، وزحلة 26، بعلبك أيضا 26، وأخيرا الهرمل 27. الرطوبة بتتراوح بين 45 و 80 بالمية، حرارة سطح المية 30 درجة، وسرعة الريح بين 8 و 25 كيلومتر بالساعة. كيف رح يكون الطقس اليوم بكرة بعد بكرة؟ خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 23 و 33، وبكرة بين 23 و 34، ونهار الخميس 24 و 33. وهلأ ومثل العادي بترككم تقوموا بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. وسوا مسقط 32، أبو ظبي 37، ومن بعدها بننتقل لتونس 27، جزائر 28، خرطوم 35، وأخيرا منوصل لروما 25، وأتينا 28، ومدريد 26. وهيدا كان جونا، خليكن بجو الأخبار.